في هذا الفيديو راح ألعب أول لعبة لعبتها في حياتي من أكثر من 20 سنة، على كلام أخواني الكبار أنه كانوا جالسين يلعبوا هاللعبة على البلايستيشن 1 عام 2000-2001، يعني كان عمري 3-4 سنوات، وكنت جالس معهم وقاعد أصيح وأبكي أبي ألعب لعبوني، وفعلا بالأخير لعبوني إياها، واللي هي لعبة تيكن، أحد أفضل ألعاب جيل الطيبين. بس ليش قررت ألعب اللعبة الآن؟ بكل بساطة لأن نزل الجزء الجديد منها تيكن 8، واللعبة مدمرة الدنيا. شوفوا تقييماتها، معظم المواقع عاطينها 10 من 10، التقييم الكامل. فخلنا نلعب اللعبة مع بعض. أول شيء هلعب طور القصة، نجرب المهمات فيها، بعدين رح ألعب ضد بعض أصحاب اليوتيوبر ونتحدى بعض، والوضع رح يكون جدا حماسي. بس قبل أن نبدأ هذا الفيديو، عليه جيفاوي على نسختين للعبة تيكن 8، إذا حتدخل بفرصة الفوز فيهم، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك تعليق مع المنصة اللي ودك تربح اللعبة عليها. يلا خلنا نبدأ. اوكي شباب، طبعا اللعبة فيها كثير محتوى مثل ما شايفين، واحد يحتار ايش يلعب. في طور القصة الاساسي اللي رح نلعب الان ونجربه، في حلقات الشخصيات واللي هي طور قصة بس لكل شخصية في اللعبة، في كثير شخصيات مثل ما شايفين، وكل شخصية عندها طور قصة خاصة فيها ومهمات فتقدر تلعبهم هذول، وفي طور الاونلاين واللي اظن معظم الناس رح يشتري اللعبة عشان الاونلاين، وفي اطوار فرعية شغل الاستهبال وتتسلى فيها. الان في مود اسمه كرة تيكن وشكله جدا حلو صراحة. طيب خلنا الان ندخل على طور القصة، نلعب أول مهمة، نشوف الأجواء، وبعدها إن شاء الله راح أجيب أصحابي يوتيوبر أتحداهم وأشوف هل أقدر أفوزهم ولا لا. بس الآن خلينا نشوف القصة، لأنه حسب كلام المواقع والتقييمات القصة نار. أوكي، قاعد يقول إنه اليوم راح نهزم الشر المطلق أو الشر الكبير. واحد قاعدين يتابعوه، لازم نروح نقضي عليه. جن، أوكي الشخصية الأساسية، مو هذا الشرير، لا هذا معاهم، هذا معاهم للكويسين. هذا الشرير كازويا، هذا ابوه، متذكر القصة، انا متذكرها. هذا كويس، ابوه شرير وجدهم شرير، وكل اب يبي يقتل ابنه ما ادري ليش. هذا هلا ايش قاعد يسوي هذا؟ هي الله الله الله، فيلم هندي بجدارة. ما اظن يموت يعني من انفجار الهليكوبتر، اكيد هيطلع بين النيران الان ويتمشى كذا مشية البيك بوس. ايوه مثل ما قلت لكم، هذا ابوه لهذا، هذا كويس اسمه جن، كازويا هذا ابوه الشرير. علقت بينهم. ايوه يلا فايت، اضرب والله حاسس حالي قاعد اشوف انمي. اوكي لا نلعب على طول. اوكي هي لا ايوه لا 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 يلا بس. طب انا ما يصير اضرب ابوي صح؟ هذا ابن عاق والله، بس ابوه شيطان، ابوه حرفيا شيطان، مو انه شيطان شرير، لا بعد شوي يتحول شيطان، فاظن عادي اذا ابوك شيطان تضربه. اضرب ابلع ابلع ايوه خلاص فزت. ايش هيسوي؟ ايش هيسوي؟ فلاش باك عليه تكفير خطاياي. اوكي هذا ماضي كان اسود. جن، دم الشيطان يطري في عروقي. اما اتذكر ابو الشيطان، بس هو هو كمان شيطان، عيلة كلها شياطين هذول. ايوه نلعب شخصية الشيطان الان. اوكي ابلع، والله مع شخصية الشيطان صار خرافي، والله ان اللعب خرافي. ابلع بس فزت صح؟ يلا اقضي على ابوك، اقضي على ابوك. اقضي على ابوك ايوه خلاص. بس انا عارف ان ابوه كمان يتحول شيطان، ما ادري ليش ما تحول. هذا يتحول شيطان كويس، ابوه يتحول شيطان شرير. لا يظل ابوك يا جن، يظل ابوك، ما يصير خلاص. والله مسح في ساحه التايم سكوير في نيويورك كلها. طب ايش دخل العماره يا اخوي؟ ايش دخل؟ ما تقدر تقتله بدون لا تفجر عماره كامله. ابوه تحول شيطان، ابوه تحول شيطان. اوكي الان شيطان ضد شيطان، والله ابوه شيطان شرير من جد. دراغون بول، لا 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 لا. اوكي يلا والله متحمس، والله متحمس. تعال قلت لكم ابوه يتحول شيطان، قلت لكم. فعادي لو ضرب ابوه ما يعتبر عاق. هي هذا ايش فيه؟ صار قوي، ايش فيه؟ صار قوي. لا
يلا ابلع. والله ما اعطيك مجال، والله ما اكل قهوه. وين قاعد اضرب؟ قاعد اضرب بالعماره اللي وراي. لا لا لا، هيذبحني هيذبحني. لا 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 لا، ابلع ابلع. لا ذبحت، المفروض ذبحته انا، ذبحته المفروض. هذا اللي قاعد يصير شيء من القصه. يضل ابنك، يضل ابنك يا حج، يضل ابنك، يضل ابنك يا حج. طالما انا حي عدد القتلى في تزايد. لا تقول هيقتلهم، لا تقول. وو فلاش باك، فلاش باك، فلاش باك. والله معاركة شياطين. والله تحس حالك قاعد تشوف انمي، الرسومات والفايت وكل شيء رهيب. حاليا هذا قاعد يكلم الجنس البشري، هو يعتبر من جنس الشياطين. بس ايش ايش قاعد تسوي يا خوي؟ اوه قاعد يدمر الاقمار الصناعية. طب كيف راح يشوفوك؟ اوكي لسه، خلى 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 قمر صناعي واحد يتابعوا عليه. راح يعلن عن بطولة The King of Iron Fist. طب ليش تدمر العالم واعلن عن بطولة وخلاص لازم تدمر العالم؟ الحين ابطال تكن من كل العالم راح يشوفوا اعلان البطولة هذا. يب يب يب، هذا كان شعره كذا واقف يا اخي، ما ادري الان حط كريمات ضبط شعره. اظن هذه روبوت اذا ما خاب ظني. والله شكله مخيفة الصراحة. ضحك شريرة ألف. أوكي شباب، مثل ما شفتوا فزت بسهولة ضد الكمبيوتر، بس عشان أثبت لكم إني من جد لعيب في تكن فجبت معاي الشباب. هلا والله. هلا هلا. معاي علاء وأسامة، أظن ما في داعي أعرفكم عليهم، الشباب معروفين. هم الاثنين خبرة تكن صح؟ وحوش تكن. نعم نوعا ما نوعا ما. نوعا ما. بس هدعسهم. جاهز علاء؟ يلا ليتس جو. والله إني قاعدة هايط الله يستر. أوكي. عندي تحدي هلا. أوكي. أنا وياك نختار راندوم. شخصيات عشوائية؟ عشوائية أساس فارقة عن خبص أنا وياك. يلا راندوم راندوم أساس. أعطوني بي تي اس. نو أنا أعطوني بي تي اس. أنت بي تي اس ولا أنا؟ إن شاء الله أكون أنا بول. أنت ما أكون بي تي اس. ذاك كتير قوي عليه ضربة. عصافير كمان يا حبيبي. أنا بي تي اس. أصبر أصبر. أنت بي تي اس؟ تعال تعال، أنا من زمان بيطلع حرتي بتبعوني الكيبوب. تعال ابلع بس. والله تبعك ضعيف، تطلع باي ضربه اللي الهيلث تبعها بتطير كلها. كثير الدمج تبعها كثير ضعيف. طلع طلع ضربه واحده تبعك بتطير الهيلث كلها. 150 ضربه ما سوت شيء. ياي بعد هالمسكه كلها طلع. ايش هاي؟ لا ضربه صنديد القط. يلا بس يلا يلا ابلع عصافير. انت عصفورك، انت عصافيرك. هي هي صبيت صبيت صديتها. مين يا برو؟ انت ما عندك غير هالحركة؟ ما عندك غير هالحركة اصلا. هي ولك تحركي. ايوه ولك تحركي. هاي انت عصلا شكلها عصفور. هاي لا 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 يلا ابلع. شو هاي؟ ابلع. هذا كونسرت بي تي اس. كونسرت كامل. اوه علاء ضربك. يس اوه ليتس جو بي تي اس. كمان الضربة اعطاك هيك فيها فيلم. ايه خلاص 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 خلاص. تعال. ايوه لك قومي قومي خلاص قومي. سلامات تنامي. يلا بس. والله البوكس مخيف يا عيب. الشوت بدك على بنات. ها تعال لهم. وين حقوق المرأة؟ وين؟ عند بيتك. يا اخي انت والحركة المستفزة. حاشتك تكسر لي. ملك تكن، ملك تكن، ملك تكن، ملك تكن. لو فازت عليك عن جد اهانة كبيرة. يا الله يا بشار بليز ارجوك بشار حتفوزك بيرفكت. مع السلامة. يلا اقول لك انا رايح. ها اقول لك انا رايح. على شكل ارجاع احسن لك. ليه خايف؟ ليه خايف بس؟ ليه خايف؟ لك ليه خايف؟ لا 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 ولك ليه خايف يا بشار؟ ملك تكن، ملك تكن، ملك التخبيص عندك هلا. خلينا خلينا نغير الشخصيات. اوه انا اختار شاهين السعودي. اوه نمر نمر، روح نمر نمر المقنع. هذا كان يطلع سبيس تون. نمر المقنع. ايوه
اوكي يلا سبيستون ضد السعوديه. سعوديه تخبيص. اسمع علاء فازني بالصدفه. انت خلاص ما في هذا بس عم يمسك. خلاص يلا 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 اصص. مين ضرب مين؟ ايوه ايوه شاهين. ايوه عطيه. ايوه يا بشار يا شاهين تعمل زي ما خبص. استنى بشار طلع كيف لازق. اشو هدي باين لك ضرب يا زلمه. يلا 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 زلمه ما بيعطي مجال يتنفس الواحد. لا 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 يا شيخوز يلا اخي ضربه. ضربة ال اسكت عطاك يلا روح. والاكشن كله اللي سويته بلتش بيها فوزه. يلا بيرفكت 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 يا اخي يا كانت بيرفكت صحيح بيرفكت. سارقينها من دبليو دبليو اي. اللي عند بشار سريع كثير الضرب. حبيبي سعودي اوف كيف بس انا صديت لضربتك. لازم افوز ولا حبيبي لازم هي بيتك. لازم هي بيتك. داش راسك سعودي. ابدع بس. وبكذا يا شباب بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم اتمنى تدعموه بزر اللايك ولا تنسوا تشاركوا في الجيف اواي على نسختين من اللعبه. وبس كان معكم بشار كيال او بشار كيكي. نشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.